طيب نروح بقى كمان للفتة تانية، وأعتقد خطوة محترمة جدا، لأن اتكلمنا في الموضوع ده أو في الملف ده الفترة اللي فاتت جدا، وأعتقد إن المصريين كلنا عندنا أمال إن البطولة القادمة في أولمبياد باريس 2024 الحال يكون مختلف. فإحنا لما نبقى عايزين نعمل حاجة لازم تبنيها من دلوقتي، لازم تبدأ من قبلها بكتير عشان تكون مستعد. فحرص كبير جدا، وهنرجع تاني ونتكلم. الدولة بتقدم أو بتشتغل على كافة سبل هنا الدعم والرعاية للمنتخبات القومية المختلفة اللي هتخوض المنافسات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 في مختلف، نتكلم هنا كمان الألعاب، عشان امبارح كمان كان حاجة محترمة جدا أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن صرف الدفعة المالية الأولى ل 27 اتحاد أولمبي والخاصة ببرنامج الإعداد والتأهيل لدورة الألعاب الأولمبية بباريس، وقيمتها كام يا كريم؟ أعتقد ده رقم محترم كدفعة أولى، 40 مليون جنيه يعني تخصص لتغطية احتياجات اللاعبين والفرق القومية اللي بدأت المشاركة في المنافسات الدولية المؤهلة للأولمبياد خلال الفترة الحالية. بنتكلم كدفعة أولى، فطبعا ده شيء محترم جدا. القصة كلها إن أنت لازم تاخد رعاية مادية، وده أمر مفروغ منه، ما ينفعش إن أنا أتكلم إن أنا بدعم معنويا فقط، لازم يكون في رعاية مادية، رعاية فنية، رعاية صحية، في نفس الوقت برضو لازم يكون في تذليل لأي عقبات بتقابل أبطالنا. فده كله في الآخر مع البوتنشل اللي عندنا والسكيلز الموجودة، يعني اللي احنا بنقول أقل الإمكانيات وبتوصلنا زي ما حضراتكم شفتوا في كل الأولمبيات اللي فاتت لهذه الميداليات، لا لما يبقى فيه كمان اهتمام أكبر ورعاية أكبر وصرف أكتر، يعني أعتقد هيبقى فيه فرق كبير قوي في حصولنا على عدد ميداليات، وده اللي احنا بنأمله إن شاء الله في الأولمبيات الجاية. فخطوة محترمة. عشرات اللقاءات لو تفتكري نهواند، حتى من أيام ما كنا في الاستوديو الأولاني اللي قبل ما نيجي طبعا في المدينة هنا، استضفنا قبل كده عشرات الأبطال والبطلات في رياضات مختلفة بعيدا طبعا عن كرة القدم، وتقريبا معظمهم ده ما كانش كلهم قالوها بصيغ مختلفة وفي بعض الأحيان على استحياء، إن احنا تقريبا ما عندناش إمكانيات. ومع هذا برغم قلة وفي بعض الأحيان انعدام الإمكانيات في رياضات بعينها، لكن الحقيقة كلمة حق لازم تتقال، على المستوى الفني في أداء قوي جدا بيقدمه لعيبة مصر في مختلف المنافسات الدولية، ومنها مثلا زي ما اتكلمنا قبل كده مع حضراتكم حصولهم على ميداليات كثيرة في بطولات السلاح، الخماسي الحديث، رفع الأثقال، كرة اليد، الجودو، الريشة الطايرة، الكرة الطائرة الرملية، الكاراتيه، المصارعة، التايكوندو، الجمباز، ألعاب القوة. وبالمناسبة كل دي ألعاب ورياضات من المهم جدا أن كل اللعيبة وكل الأجهزة الفنية اللي فيها يبذلوا مزيد من الجهد من أجل تحقيق أفضل النتائج وكمان اعتلاء منصات التتويج العالمية، أكيد استعدادا لباريس 2024. وبرضو الجدير بالذكر أنه بيتم حاليا تجهيز البعثة المصرية اللي هتشارك بدورة ألعاب البحر المتوسط للكبار وهران 2022، ودي تعتبر إحدى محطات مهمة جدا وكلها مؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وطبعا بنتمنى التوفيق للجميع. عايزين نحضر على فكرة. يا سلام، لطيفة جدا. انا بفكر جدا اروح احضر ان شاء الله، يعني ونشوف ظروفها، ما يكونش في فيروس حاجة جديدة اكتشفناها، لا بإذن الله. لا بس يعني حلو ان احنا نكون متواجدين، خصوصا انا بحب باريس كمان، فهو معمولة في مكان بالنسبة لي مفضل.